السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 97 بعد 200، سورة الكهف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة، أول النهار وآخره، مخلصين له، ولا تتجاوز عيناك عنه تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه، فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه، وكانت أعماله ضياعا. يقول تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل لهم يا أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيصر بجزائه في الآخرة، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره في الآخرة. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سوارها، فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثون بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره والعياذ بالله. ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب، ذكر ما أعده سبحانه للمؤمنين من ثواب كريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من
سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة أولئك الموصوفون بهذه الصفات الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة يزينون فيها بأسورة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه السندس هو الحرير الرقيق يكون ملاصقا للجسد والاستبرق هو الحرير الغليظ يكون لبسه في الخارج يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة حسن الثواب ثوابهم وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا واضرب لهم يا أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن جعلنا للكافر منهما حديقتين وأحطنا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ بينهما من مساحتهما زروعا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر وسهولة يقول تبارك وتعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة من فوائد الآيات واحد فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى 2 كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات 3 قاعدتان الثواب وأساس النجاة هما الإيمان مع العمل الصالح لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات الآية رقم 28 كلمة واصبر نفسك يعني احبسها وثبتها كلمة ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تصرف عيناك النظر عنهم
كلمة أغفلنا قلبه يعني جعلناه غافلا ساهيا، كلمة فرط يعني إسرافا أو تضييعا وهلاكا. الآية رقم 29 كلمة سرادقها يعني فسطاطها أو لهبها ودخانها. كلمة كالمهل وهو الزيت المذاب. كلمة وساءت مرتفقة يعني ساءت متكئا أو مقرا وهي النار. الآية 31 كلمة جنات عدن يعني جنات إقامة ومستقر. كلمة سندس وهو رقيق الحرير. كلمة استبرق وهو غليظ الدباج والحرير. كلمة الأرائك وهي السرر في الحجال. الآية رقم 32 كلمة جنتين يعني حديقتين أو بستانين. كلمة وحففناهما يعني أحطناهما وأطفناهما. الآية رقم 33 كلمة أكلها يعني ثمرها الذي يؤكل. كلمة ولم تظلم منه يعني لم تنقص من أكلها. كلمة وفجرنا خلالهما يعني شققنا وأجرينا وسطهما. الآية رقم 34 كلمة ثمر يعني أموال كثيرة مثمرة. كلمة وأعز نفرا يعني أقوى أعوانا أو عشيرة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.